بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس الحج، وهذا الدرس يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نود الشيخ صالح حفظكم الله أن تتحدثوا في هذا الدرس عن تحقيق التوحيد في الحج وأثر ذلك على المسلم والمسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج وغيره من العبادات لا بد أن يكون مبنيا على التوحيد أولا، والإخلاص لله عز وجل فيه، ولا بد أيضا أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين الأمرين في كل عبادة. والله جل وعلا قال في الحج: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج والعمرة، هذا فيه الأمر بإتمام الحج والعمرة بأداء مناسكهما على الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله: تم الحج والعمرة لله. هذا فيه الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون في الحج رياء ولا سمعة، ولا يكون فيه مقصد لطمع الدنيا ومكاسب الدنيا، وإنما يكون القصد فيه ثواب الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. ولا مانع أن يكتسب في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت في الاتجار في الحج، فلا بأس أن الإنسان يطلب الرزق في الحج ويبيع ويشتري في الحج، ولا يؤثر ذلك على الحج ولا على العمرة، والحمد لله. والعبرة بما في القلوب والنيات والمقاصد، والله جل وعلا لا ينظر إلى صور العباد وأعمالهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم ونياتهم، وهو أعلم بما في صدورهم وما في صدور العالمين. فالحاج أولى أن يكون مراقبا لله عز وجل في كل ما يأتي وفي كل ما يذر، ليكون حجه مبرورا لا يخالطه معصية أو مخالفة، ليكون مبرورا عند الله مبنيا على البر والتقوى والإحسان في العبادة. هذا هو المطلوب في الحج وفي العمرة. ولا يكون حجه كما قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. على المسلم أن يستشعر هذا، وأن يكون دائما وأبدا في كل العبادات، في الحج خاصة، أن يكون مبنيا عمله مبنيا على هذين الأمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عمله مقبولا عند الله، لا ولا يكون تعبا بلا فائدة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.